أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا. تعد مراكز الرعاية النهارية حق وحاجة ضرورية لتقديم الخدمات التأهيلية المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تعد المراكز ذراعا مساندة للأسر لتعينهم على رعاية وتدريب أطفالهم. تقوم المراكز بتأمين حياة طبيعية لأفرادها من خلال خدمات تدريبية وتأهيلية وفق خطط متنوعة تتمثل في برامج التدريب والعلاج الطبيعي والوظيفي والعلاج بالعمل والعلاج باللعب وبرامج تصحيح عيوب النطق والخدمات الاجتماعية والنفسية المختلفة بالتعاون بين المركز وأسر المعوقين، إضافة إلى برامج الإرشاد الأسري. وبكل أسف كثر الحديث عن إغلاق المراكز النهارية وحرمان ذوي الهمم من أبنائنا من حقهم من الرعاية والتدريب. ما هي الأسباب؟ ما هي الدوافع؟ نناقشها بعد قليل مع الضيوف الذين سينضمون إلي هنا في الاستوديو حول هذا الموضوع. نتابع أعزائي المشاهدين بعد ذلك ما تم من رعاية الاتحاد الأمن السبراني في افتتاح مسابقة الدرونز في ولاية أوهايو. برعاية الاتحاد السعودي للأمن السبراني والدرونز افتتح اليوم العالمي للدرونز بولاية أوهايو. شارك الاتحاد بفريق من المحترفين والهواة. وصولنا هنا ووجودنا اليوم هو إعلان للجميع بأنه السعودية ابتدت فعليا باستقطاب تكنولوجيا جديدة وعلوم جديدة للدولة، ورؤية 2030 هي الدخول في عالم البرمجيات والدخول في عالم التكنولوجيا للذكاء الاصطناعي. درونز ما هي مجرد فقط للعب، لكن بتستخدم اليوم للترانسبورتيشن، بتستخدم للشيبينج للنقل، بتستخدم للمسح الجيولوجي، يعني أصبحت إكويبمنت، معدة أساسية من اختصاصات عديدة ما كان يستطيعه الإنسان إنه هو يتعامل معها مانيوال، لا لازم إنه حاجة خارجية إنه يتساعده لإتمام هذه المهمة. International Drone Days was set up to give information to public people, you know, to the public, because when you people think of drones, they think of destruction, all right? They think of drones dropping bombs. We're here to show them that the good of drones, how they can save lives, how they can help people through different avenues of businesses. شارك متسابقون من ولايات مختلفة في عروض بطائرات الدرونز، أكدوا من خلالها إمكانية استغلال التكنولوجيا الجديدة في التجارة والأمن والشحن وأغراض أخرى. I think that there's a lot of benefits, especially in not only, you know, cinematography, video work, but also agriculture. People are using drones to see where they need to water. Add water onto their farms. And the economy side of drones, I mean, you can get into a stable drone for about $400 that's reliable, and anything under that, you know, it's going to be risky. You're going to lose it, it's going to crash into a tree or anything. But to do it commercially, you're looking at a few thousand dollars. The base drone that I fly, just the drone and the controller, is $1,500. And then you got to add batteries and a case and different accessories. So I got about $3,000 into my commercial drone. اليوم العالمي للدرونز هو فعالية دولية تنظم سنويا في غالبية دول العالم تشارك فيها هيئات دولية. تعقد فعالية 2019 في السعودية بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز. رعاية المملكة لليوم العالمي للدرونز تعبير عن اهتمام القيادة السعودية بالعلم وتقديرها للتكنولوجيا كعنصر أساسي في تقدم الأمم. إبراهيم الجندي لروتانا خليجية، أكرون، أوهايو. إذن اليوم العالمي للدرونز ينطلق اليوم برعاية من الاتحاد السعودي للأمن السبراني والدرونز. شارك فريق من الاتحاد من المحترفين والهواة اليوم في افتتاح اليوم العالمي للدرونز. نتمنى التوفيق لفريق الاتحاد السعودي للأمن السبراني والدرونز هناك في مشاركتهم في اليوم العالمي.